السلام عليكم ازيكم شباب، واهلا بيكم في فيديو جديد بعد تجربة 10 ايام لهذا الوحش اللي كان عامل جدل فظيع بسبب انفجار البطارية. والقصة دي جربت الجهاز لمدة 10 ايام، 7 عيوب ظهرت معايا في الجهاز وكذلك 10 مميزات، ولكن ال7 عيوب دول ابرز عيوب فعلا ضايقتني في الجهاز وفصلتني منه كمستخدم. ولكن لو هنتكلم وهنتلكك له وهنطلع فيه اكتر من 15 و20 عيب كمان، بس انا هتكلم عن العيوب والمميزات اللي هي واضحه قوي وظاهره، مش هنقعد بقى نتلكك للجهاز. تمام كده؟ طيب قبل ما نتكلم في اي حاجه، ما تنساش تعمل لايك، ده مهم جدا. لو الفيديو عجبك تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس لو شايف ان هذه القناه مفيده ممكن تستفيد منها في المستقبل. وخلينا نبدا معاك على طول من عيوب الجهاز. والله اول عيب قابلني هنا وهو الوزن. انت عارف يعني ايه الجهاز بوزن 215 جرام؟ ده انا كمان لما وزنت الجهاز بنفسي لقيته 218 جرام، يعني الوزن تقيل مش قليل. طيب تعالى بقى لما حطيت له جراب بقى كام؟ لما حطيت الجراب وزن الجهاز وصل ل 245 تقريبا جرام، وده معناه ان انت في ايدك كده يعني ربع كيلو، يعني انت شايل طوبه في جيبك، يعني اي خناقه معاك هيسد فيها. فبصراحه دي كانت اول حاجه ضايقتني في الجهاز، موضوع الوزن ده تقيل فعلا، بلس ان انت لو ماسك الجهاز فتره طويله دراعاتك هتتعبك. تاني حاجه وهي موضوع الاستيريو، على قد ما جهاز استيريو صوته جميل جدا، ولكن اللي ضايقني فيه الاهتزاز. الاهتزاز واضح جدا من الجزئيه دي، وانا شرحت الموضوع ده في المراجعه، في حته الاهتزاز باينه وهتبقى مزعجه لو انت ماسك الجهاز في ايدك فتره كبيره. تالت عيب هو كثافه البكسلات. كثافه البكسلات كويسه 395 بكسل لكل بوصه، ولكن مع الاستخدام حاسس ان هي بهتانه شويه بسبب حجم الشاشه مقارنه بعدد البكسلات او كثافه البكسلات. بس دي مش عارف ممكن ما تضايقكش انت لو انت ما استخدمتش يعني تليفونات كتيره في نفس الوقت. انا لاحظتها عشان كان في ايدي كذا تليفون فلاحظت المشكله دي، فده اصبح بالنسبه لي عدد البكسلات او كثافتها مقارنه بحجم الشاشه تعبان. رابع مشكله او عيب، ودي كانت مشكله سخيفه وغريبه جدا، في الدارك مود او الوضع المظلم لما باجي اعدل او اعمل اديت على اي صوره بيبقى في مشكله غريبه جدا، يعني بيديني الاسود ابيض في البرنامج الايديت، او بكتب كلمه وبختار فونت معين بلون معين بيبقى فيه برجله او لخبطه في الالوان مش فاهم ليه. بس دي اكيد ممكن تتحسن بالسوفت وير، فلو يعني حد من اللي شغالين في شاومي سامعني يا ريت تبعت التحديث عشان الموضوع ده مضايقني قوي. خامس حاجه وهي سرعه البصمه الفينجر برينت. يعني بص يعني ليه ليه انا خلاص يا باشا انا دوست في ايه بقى ليه يا راجل؟ لا مش حلوه، يعني هي انا عارف انها مشكله في السوفت مش في البصمه نفسها، بس المشكله دي شفناها في النوت 9 برو والنوت 9 اس، يعني المشكله دي الشركه عارفه بيها، يعني ليه ما حلوهاش في الاصدار ده؟ بصراحه دي حاجه رخمه قوي. سادس عيب وهو انك ما تقدرش تحط شريحتين وميموري كارد في نفس الوقت، انك يا اما تحط شريحه وميموري كارد او تحط شريحتين. بالمناسبه طالما اتكلمنا في النقطه دي، في ناس بتشتكي من تهنيج الجهاز، الجهاز سلس جدا وما هنكش معايا، ودي حته في المميزات. انا بقى يا معلم اقول لك ايه اللي خلى الجهاز مش ده بس، ده اي جهاز في العالم بيهنج معاك. الميموري كارد بتاعك لو مش من براند معروف زي سان ديسك او كينج ستون، فاعرف على طول ان العيب من الميموري كارد ده تعبان وبيهنج الجهاز، بلس لو في فيروس على الميموري كارد نفسه او في تطبيقات ضاره او حاجه ضاره اكيد الجهاز هيتضر وهيكون ملحوظ جدا. غير كده انا ما حطيتش اصلا ميموري كارد، انا معايا ميموري كارد من سان ديسك جربته في الجهاز ما عملش اي مشكله، ولكن انا ما بحبش اصلا استخدم كروت ميموري. انت عندك الجهاز ده 128 جيجا هتحتاج كارت في ايه؟ فانت جرب كده الجهاز من غير ميموري كارد هتلاقيه سريع معاك. والله العيب اللي بعد كده اللي هو العيب السابع وهو بروز الكاميرات. بروز الكاميرات عالي جدا، وده عرضه ان الجهاز لو وقع منك ممكن يحصل شرخ او كسور في الباغه بتاعت الكاميرات نفسها زي ما حصل في النوت 9 معايا. الجهاز وقع فالباغه اتشرخت بشكل سهل جدا، بس انا شايف برضو ان الامان مش عالي لو حطيته في الجراب، لان يعني بتبقى بالظبط، يعني هي جايه بالظبط مش مثلا اعلى سنه، لا ده هي جايه بالظبط على حواف الباغه. والله انا قلت لك 7 عيوب. في عيب تامن ظهر معايا وهو نقطه اعلانات الواجهه، وانا بصراحه هعمل فيديو مخصص عشان اقدر تقضي على موضوع الاعلانات دي، هقول لك ازاي تقضي عليها. الواجهه هنا بتحط عليها بتاع 5 اعلانات في اماكن مختلفه، هي دي اكيد حاجه هتضايقك ولكن انا هخليك تتغلب عليها لما اعمل فيديو ازاي يعني تقضي على الاعلانات اللي بتظهر في واجهه شاومي. انقل معاك بقى على المميزات، هم حوالي 10 مميزات بارزين جدا. والله يا صاحبي اول ميزه وهي ريفرش ريت ال 120 هرتز، فرق واضح ولو نسبي بين 90 هرتز وال 120 هرتز انا لاحظته، بيديك سلاسه وسرعه كده تحس ان الجهاز معاك طياره، بالاضافه ان الشاشه هنا بتدعم ال اتش دي ار 10. بس يا سلام بقى لو كان جاي معاه رام 8 جيجا بايت، الجهاز ده فعلا لو كانت حاطط له الرامه 8 كان بقى حوار. والميزه اللي بعد كده وهي البطاريه الجباره، بطاريه عملاقه بسعه 5160 ملي امبير، بطاريه عملاقه بتقعد معايا يومين. الاول اشتكيت من موضوع الريفرش ريت والدنيا دي، البطاريه ما بتقعدش معايا 10 ساعات استخدام متواصل، ولكن الجهاز جاله تحديث وحدثته البطاريه قعدت معايا يومين بشكل كامل بشكل مرتاح مع ال 120 هرتز. ولكن انا مش جيمر ولا كيف العاب، فما لعبتش على الجهاز غير لعبه اسفلت راين تقريبا، لعبتها حوالي 10 دقائق ربع ساعه، وبقيت اليومين دول انا بستخدمهم مكالمات وتصفح عادي وسوشيال ميديا وتصوير وكده. البطاريه قعدت معايا يومين حرفيا بكل اريحيه، في اخر اليومين البطاريه وصلت معايا ل 15%، وده معناه ان البطاريه خدت اليومين بشكل كويس. الميزه الثالثه وهي الشحن السريع اللي جايب قدره 33 واط، شحن سريع جدا بيشحن معايا من 0 لحد 100%
بحوالي 50 دقيقة ل 55 دقيقة. يعني انا لو صحيت ومتأخر على الشغل وحطيت ربع ساعة يشحن معايا بشكل كويس لحد تقريبا مثلا 30%، فالشحن سريع، زائد ان جاي منفس تايب سي، فالشحن والبطارية مفهمش كلام. والميزة اللي بعد كده وهي ميزة الـ NFC، جهاز في NFC. والله كنت عايز اعمل فيديو ازاي نستفيد من هذه التقنية، ولكن حسيت ان الموضوع هيمسخ، او انا عملت فيديوهات كتير عن الجهاز ده، زائد ان كنت عايز اعمل فيديو لتجربة اقوى 6 ألعاب عليه منهم فورترايت والالعاب التقيلة دي، ولكن حسيت الموضوع يعني الناس هتمل، فما رضيتش ان انا اكتر فيديوهات عن الجهاز، فقلت ممكن بقى نبقى نعمل موضوع NFC ده بعدين. الميزه اللي بعد كده الاستيريو، الجهاز استيريو بشكل جميل جدا، صوت مجسم، حاجه رايقه، حتى لو بلعب عليه ببجي او كل فيديوهاتي او اي لعبه، صوت ضرب النار، صوت الحركه، الخطوات، الكلام ده، لا صوت مجسم فعلا، كانك لابس الهيدفون بس في ايدك. والميزه اللي بعد كده هو المعالج القوي اللي جاي من سناب دراجون 732 جي، معالج قوي جدا فعلا في تشغيل الالعاب، بس هو ما شغلش لعبه ببجي على الاتش دي ار، بس اكيد هيوصل تحديث يفعل هذه الخاصيه. الميزه اللي بعد كده وهي الشبكه والواي فاي، شبكته والواي فاي بتوعه كانوا كويسين جدا، زيه زي اي جهاز تاني، يعني مش افضل منه ولا اقل منه، كانت شبكه واي فاي او شبكه اتصالات طبيعيه، وانا حطيتها في المميزات لان في اجهزه من شاومي شفتها شبكتها تعبانه، انما الجهاز ده شبكته ممتازه. عايز اتكلم معاك عن الميزه اللي بعد كده وهي اداء الكاميرات رائع جدا، الجهاز جاي بدقه 64 مليون بكسل او 64 ميجا بكسل، اداء الكاميرات واداء التصوير فائق الروعه، سواء الكاميرا اماميه او كاميرا خلفيه، الالوان بتخرج من الكاميرا الخلفيه بشكل شبه طبيعي، يعني تقريبا زي اللي انا شايفها وانت بتعدي عليها براحتك، زائد تفاصيل ممتازه. انا مش عايز اتكلم كتير عن النقطه دي، لو انت عايز تشوفها يبقى روح شوف فيديو المراجعه، وعايز افكرك ان انا عملت مقارنه بينه وبين الريلمي 7. والميزه اللي قبل الاخيره وهي هزه الفايبريشن او الفيدباك بتاعه الفايبريشن، والله عجبتني قوي، يعني انت ما بتعمل سوايب لفوق او لتحت بتعمل لك كده هزه لطيفه، بس في حاجه غريبه، يعني المفروض ان دي الواجهه الرئيسيه، اما بعمل كده ما الاقيش هزه لا فوق ولا تحت. تظهر معايا بقى في الاعدادات، تظهر معايا مثلا في رسائل واتساب، تظهر معايا في ابلكيشن مختلفه باستثناء الواجهه الرئيسيه بتاعتها يعني، بس الفيدباك او الهزه رده الفعل بتاعه الفايبريشن جميله حتى في الكتابه عجبتني. والميزه الاخيره وهي صوت المكالمات، كان صوت واضح واتش دي وصوت عالي على فكره، انا جربت الصوت كان كويس جدا، بالاضافه للنويز كانسليشن مايك او المايك الهزه للضوضاء، كان اداؤه فائق الروعه بصراحه. المايك ده يعني كنت بتكلم وسط زحمه والطرف اللي هناك اصلا مش سامع الزحمه دي، سامع صوتي بنقاء عالي، فدي كانت ميزه قويه جدا عجبتني في الجهاز. والله في ميزه اخيره حابب ان انا اضيفها برده، وهي يعني شويه حركات في الواجهه بتاعه البوكو، اللي هي الواجهه دي معموله مخصوصه للبوكو، عجبتني جدا. يعني انا ممكن اعمل كده، لو ضغطت مطول هيزر شويه حاجات منهم، ان انا ممكن اخليها نافذه عائمه بس كده. فدي كانت كل حاجه عن البوكو اكس 3 بعد استخدام حوالي 10 ايام، مميزات عجبتني في الجهاز وعيوب ظهرت في الجهاز. فاتمنى بقى يكون الفيديو افادك وعجبك، لو الفيديو افادك ما تنساش تدعمني بلايك عشان اقدر استمر، ولو شايف ان هذه القناه مفيده ممكن تفيدنا في المستقبل بعمل سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد. وكالعاده يا شباب نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.